نناقش الشفاء الآن. نسأل الله العافية. يستر على المسلمين يا ولد. الحمد لله انني شلت سيارتي. شوف سيارة. شل السيارة، شلها من هنا. السيارة راحت. الله يستر. سبحان الله. هل عدو هذا بعد هذا لازم يوقف هذا عمود؟ شوف هذا في البديعة الآن الساعة 3:30 العصر. شلون سبحان الله شلون. شوف قوة المطر الآن. شوف هذا الزبالة. هذا بتروح ذي بتروح. سبحان الله. شوف المطر هنا كيف ينزل من الشارع بقوة رهيبة جدا. يعني الان شوف السيارات المتقطعه. الان هذه السياره اللي امامنا تتحرك بالمطار. المطر حرك السياره سبحان الله. حركها من موقعها. السياره شو السياره تتحرك من المطر. هذا عشان شلون يجرفها. راح قلنا معطونا حب قلنا معطونا حب عشان نربط السياره. شوف سيارة ولا قدام. ايه طبعا نجرفها الحين صدق. انا اخذها على سيارة فيصل الحين. يا شباب والله الرياض قاعده تغرق. يا شباب والله قاعدين نغرق. يا شباب والله بديعة تغرق. السيارة ذيك البيضة وناس محاصرين في البيوت. الله يرحمنا برحمته. وبس ما التصريف ما له علاقة. السيل قوي وزبايل ذي الناس الله يكرمكم. الحمد لله على كل حال. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله سترك يا الله سترك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد انزل وانزل وانزل. خلي السيارة تنزل. تعال روح منك. السيارة روح داخل.